سوري طلعوا له بعدكم؟ تفضل تفضل يلا. زي حمله ما مش حلو الزركه. اي طبق شباب؟ شباب بعينك مش ما بين بعينه من شباب. بليز شوفي اعلى طابق تاسع حياتك. هيك بص على التاسع. لك لحظه شو بص على التاسع وجدي طالعين على الاول نحن تيتي باردون بس في مجال انت بس انا احكي تسدي شوي معقول معلش اوكي بليز بص على التاسع اوكي بهالزركه الحلوه. واو شو حلو الاسانسير. جبت سكينه هيك احلى شيء. وجدي هلا انت اكيد اكيد انه مروان عم بيخونك. بيخون تيتي مش مزبوط هذا الشيء. مش مزبوط هذا الشيء. مش معقول اللي بقولت امبارح بدق له ببرد علي. عن جد بركي مشغول. مشغول شو عنده؟ طب وانت ما قلت له الشيء؟ انا ما قلت له الشيء لانه انا بيا سجان. شو خا؟ وانا بغنى. عن جد؟ بغنى بقوة وبيا سجعني وكل هالشي وكل هالشي. شو بك ويز؟ في شي عم بحف ورا. شو هذا صار؟ هذا شو الكبير اللي عم بحف؟ بنانا. بنانا كيما عندك بنانا صومالية مزبوط صح؟ يوصلنا صلنا وصلنا دوماج بكير وصلنا. اي بردان تبيت من زهار من ساري اوكي ساري زعجني. باي بردان. باي يا بيبي. باي باي يا قوة. شو قوة شو حمس؟ ننزل على الواحد. ننزل على الواحد لنطلع على الواحد. بس على الواحد. يلا مش معقول انتو سألتكم. بردان تيتي بردان. ايه؟ انه لانه انت بلا ما لحست اصبعك نحن لحسنا غرتي يا عقرب. انت عمرك شو بتلبسي حلو. لا 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 شو عم تعملوا هون؟ شفتك بعيد حبيبي خلص مش مزبوط هذا الشيء. معقول هون انتوا يا حبيبي شو عم تعملوا هون؟ كفتنا يا حبيبي الصب عليك عم تخوني بكل هالوقحه كمان. يا مروان مين هيدا؟ مين هيدا؟ اسم الله عليك انت معلش في مجال تسكري لتبك حبيبتك عبوزي. بتحكي مع صاحبتي؟ صاحبتك؟ هيدي صاحبتي فيرونيك. هو حدا يخلص. فيرونيك وعم تقولها بكل عن وقحة؟ فيرونيك. اي نعم. مش مزبوط هيدا. معلي خلص معقول مروان؟ معقول راسك؟ هلا بعده عم بخبرني وما كنت صدقه انه انت عم بتخونه لوجدي هيك كسرت له قلبه. يعني شو معليك؟ لا 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 حكينا فيها 100 مرة. انا حكي معه بالموضوع ونحن قاطشين على القصة. يقطش لسانك بردان هيك دغري بتقطش للعالم. يا عمي شو في هلا طلعوا من حياتي بقى خلص بالمره. والله يعني بتاكلنا لحمه وبترمينا عظمه. يا عمي حلوا عني بقى 100 مره حكينا فيها انت وياه قطعوا لي اياها للقصه طلعوا من حياتي. ما بفهم من اني هون. انت خرسي يا عقرب. عمرك ما ابسط وجدي معقول ما كنت شايفه من قبل؟ ساريتي تي ما كنت مركز. لا بس يلا يلا فلو عميلة بقلبك. بدش حدا؟ بديش حدا لما تشوف صورة وشكو خلص نهائيا من حياتك الا سوا. يعني بالشبع يلا فلو يلا بالشبع عليك. يلا يلا, يلا, يلا يلا انت سكتي معليه باردون رح اقول لك شغله وحده. شوفي هلا خير شوفي شغله وحده. شو هي؟ يلي اديت لي حياتي في حبك ضعف والعن مش حد نازل عنك ابدا مهما يكون. طلعوا من هون فلوا كلكم خلصونا بقى. عم تسحطنا؟ ايه يلا يلا من هون. والله معلش انت حبيبتي حضري حالك بكره على احلى صابون اللي بده يزحتك مثل ما زحتنا. انا بعرف هيدا حنش. ايه شو بدك فيها؟ خلص فلوا يلا طلع طلع يلا 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 ماشي. اوكي اصلا انت مش خارج هدايا وما تستاهل الهدايا اللي هدينك اياها. حتى مين حتى مين حتى مين معلش نحن بنعوزها اكثر منك خليك مع العقربه تبعي.
شو عليك؟ طابرك شو قلبك اسود؟ مروان خليني اشرح لك. عادي عادي